طيب، في البداية خالص المجد والفخر والإعزاز لجماهير الشعب السوداني متعدد الثقافات والأديان والأعراق وكريم المعتقدات، ومن ثم خالص التحايا خالص الفخر والإعزاز للجمع الكريم القاعد في النشاط بيسمع للسلفيين. التحية للسلفيين اللي تاحت الفرصة. في الحقيقة أنا كان كنت داخل من قبل عشان ألقى مساحتي الكافية وزماني الكافي، لكن هسه حاليا الساعة 6:30 فما بلقى فرصتي الكافية، لكن بس عندي بعض النقاط دار أشير لها طرحوها النازل واتطرقوا لها واتكلموا عنها. يتكلموا عن الصوفية والصوفية والأخوان المسلمين وخطر الجماعات الإسلامية اللي هم شايفينها حسب نظرتهم غلط على مستوى السودان الراهن المحلي، تمام؟ فالناس ديل الجماعة السلفيين أو الأخوان المسلمين أو أنصار السنة المحمدية أو غيرهم من الجماعات الإسلامية، أنا بقول على الجماعات الإسلامية، تمام؟ الناس ديل الخطر الحصل منهم في السودان الآن شنو؟ الآن شايف الناس عواقب الناس ديل، الناس الدينيين ديل، تمام؟ اللي بيتبنوا الدين. ما قلت المسلمين، المسلمين معظم الشعب السوداني مسلم، تمام؟ نحن كمسلمين منهجنا وديننا رباني نزل الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة المحمدية، تمام؟ متفقين على الحاجة دي. الاختلاف في وين؟ إذا كان في اختلاف ما بين الجماعات الإسلامية فيبقى ده شيء بيعرفوه هم، تمام؟ وبتعرفوا سبلهم وطرقهم اللي قاعد يتبعوها وينتهجوها إذا كانوا صوفية أو غيرهم. الخطر ما الصوفية اللي تتكلم عنهم، الخطر الآن في السودان، الخطر الآن في السودان الكيزان، كيزان الكيزان اتكلم عنهم بالصورة الواضحة. ما تقولوا يتكلموا لنا عن الصوفية. الخطر وين؟ معليش معليش معليش، أنا ما دخلت هنا عشان الناس تصفق لي. الخطر في الكيزان الماسكين الدولة وحاكمنا. انتوا تكلموا بصورة شفيفة وبصورة دينية وبنصوص دينية وبنصوص بتاعة أحاديث وسنة ومرجعيات عن إنه الكيزان قاعدين يكتلوا في الناس داخل الوطن الحبيب السودان. الخطر، الخطر منه؟ انت اذا كان قلت انا كنت انصار سنه وخليت الناس ديل، اذا الصوفي اذا كان انت جيت اشتغلت في منابر للتوعيه والتنوير فالصوفي يمكن يرجع لعقيده الصحيحه اللي انت بتتكلم عنها، الفيرويتك انها هي صحيحه، تمام؟ دي نقطه. الخطر الان الليل الخطر الزول اللي بيشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا خطر الزول اللي بيكتل في الزول ذاته اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ الخطر وين؟ ما سؤال يكون منطقي وصريح يا جماعه. انا من قبل قاعد اسمع النقاش ما بين الجماعات الاسلاميه، الجماعات الاسلاميه اتخذت الدين سلم للسياسه بتحكم الان في السودان، ونموذج على ذلك ايران وفشل الجماعات الاسلاميه، تونس وفشل الجماعات الاسلاميه، غيره من البلدان الاسلاميه الاخرى، تمام؟ نحن اذا كان جينا نتكلم عن النازل الدين ذاته قاعد يهدي كيف؟ في ايه من الايات ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شنو؟ وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. في مضمون الايه بقول كذا، ربنا سبحانه وتعالى في مضمون ايته بقول وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، تمام؟ نحن اذا كان جينا نتكلم عن الدين الاسلامي فالدين الاسلامي يا جماعه ما فيه حاجه، ما فيه اختلاف ما بين انك انت شعبي زول مسلم وما بين انك انت سلفي، في النهايه اللي بيجمعنا هو الدين، صح؟ المسلمين اللي بيجمعهم هم الدين. ما قلت الناس، البشريه اللي بيجمعها هو البشريه فقط. لا دين اسلامي، لا دين مسيحي، لا دين صهيوني، لا غيره، بنجتمع في كلمه البشريه، ابونا ادم وخلقه والتفاصيل دي. المساله بتاعت خلق ابونا ادم اللي بتتناقشوا فيها من قبل موجوده في كتاب اسمه بدايع الزهور لوقايع الدهور لمحمد منو كذي معارف الياس. موجوده المساله دي. فنحن دي ما مشكلتنا، مشكلتنا الان انا عشان اقيم شعائري وعباداتي الدينيه اذا كان كنت منتهي جينا. فالحاجات دي الاديان دي موجوده يعني من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل انتهت؟ ما انتهت. لكن ربنا سبحانه وتعالى الرساله انهم بدت بالرسول، بعد ذاك الحفظه بتاع القران كانوا على مستوى الدوله الاسلاميه في الزمن ذاك، هم بدوا من واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقلوا لاربعه، انتقلوا لسبعين، انتقلوا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نشر الدين الاسلامي بالصوره ال- 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 الان اكثر الديانات اكثر الديانات انتشارا في العالم الدين الاسلامي، انتشارا في العالم الدين الاسلامي. فدي ما المشكلة؟ المشكلة في انه يا جماعة نحن إذا كان دايرين نقعد الليلة انتوا كسلفيين الآن ماسكين منابر الدولة الإسلامية قاعدين تتكلموا عن انه الحاكم ده قاعد يبطش في الناس ديل المواطنين ديل، ما قاعدين تتكلموا عن الحاجة دي، ما قاعدين تتكلموا عنها، ما نحن نكون صريحين وشفيفين وواقعين يا جماعة.
نحن الناس ديل الليلة الليلة على مستوى دارفور فيها 450 كنيسة. من كانت كنيسة واحدة ولا كنيستين فيها 450 كنيسة بسبب الجماعات الإسلامية الآن الحاكم البلد. فنحن نكون شفافين ومنطقيين. يعني شنو الكلام ده؟ هل في قصور في الدين الإسلامي؟ هل في قصور في ناس الدعوة في ناس الدعوة الناس اللي قاعدين يدعوا للدين الإسلامي؟ المشكلة وين؟ المشكلة في الحاكم الحاكم البلد دي والناس اللي حاكمين البلد دي وقاعدين يقتلوا في الناس وهم من الجماعات الإسلامية وما بتقدر تنكر الشيء ده. أنت يمكن تقول الناس ما مني وأنا ما بعرفهم، لكن أنت دورك شنو في التبليغ عن الحاجة دي؟ نحن قاعدين نتكلم في المنابر دي فبنقول إنه الناس دي قاعدين يلعبوا باسم الدين. أنت دورك شنو كسلف؟ تمام؟ وشاكر ومقدر لكم. كنت أتمنى إنه أتكلم أكثر من كده في موضوع المرأة ومن المرأة، لكن نسبة للزمن أنا أتمنى إنه الناس اللي يجوا تاني يشتغلوا وداخلهم في زمن أوسع من كده. السلام عليكم وتحية لكم. طيب هو قال بيتكلم في منابر وكده، أنا بس داري أعرف أنت بتنتمي لوين. أنا فهمت من كلامك إنه أنت اتجاهك علماني، أنا فهمت كده، ظني ده صح ولا غلط؟ لا، ما الطالب ده ما جاوب على السؤال. السؤال بهل بيكون بنعم أو لا، هل أنت منتمي لتنظيم علماني أو لا، أو أنت فكرك علماني أو لا؟ ده سؤال كويس. ولا منتمي لأي تنظيم، جزاك الله خير. بعد تاني لو جيت قدام الطلبة ديل واشتغلت باسم تنظيم تطلع شنو؟ تطلع شنو؟ كذاب. طيب كلام كويس جدا. طيب أنت قلت كلنا مسلمين وكلنا كده، ده كلام مطلوب جدا. طيب قال التحية لكل الشعب السوداني في بداية كلامه بشتى معتقداته وكده وكده، وده فيه تسوية الحق بالباطل. الشعب السوداني في ناس قاعدين يعبدوا البرع، ده ما عندهم أي تحية، أي تحية ما عندهم، فهمت؟ بل ده تدعوهم، وإنت كلامك الآن اللي بتأسس له ده عبارة عن ترك للناس أهل الباطل في الباطل، وده ما إشفاق على الشعب السوداني بالمناسبة، ده ما إشفاق عليه، لأنه أنا لما أخلي زول بنادي له ميت ولا غيره أخليه على عقيدته، ده كده أنا ما أشفقت عليه، ما أشفقت عليه. أنا دار أشيل الحاكم، موضوعي كله الحاكم الحاكم، ما الحاكم؟ موضوع ما الحاكم؟ لأنه قبيل قال هل الأكبر الشرك ولا الأكبر الزول اللي بيقتل الناس؟ اللي بيقتل الناس فعله غلط وحرام في الشريعة الإسلامية، واللي بيقتل الناس فعله كبير وعظيم، وربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو؟ جهنم خالدا فيها. ده ما فيه نقاش، لكن ما أكبر من الشرك. برضه لو داير أدخلك واجيب لك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكلامك ده مخالف للدين الإسلامي. طيب نمشي سريع. قال الخطر في السودان نصوا فيه بل الكيزان. أنتوا تتكلموا بصورة دينية إنه الكيزان بيقتلوا الناس إلى آخر والجماعات الإسلامية. أنت عارف كلامك ده وأنت دايرنا نتكلم لك في الكيزان وكده، في النهاية بنبقى نحن فكرك ده ما اختلف كثير من الكيزان، فهمك ده ما اختلف من فهم الكيزان. انا من قبل بناقش في الاخوان المسلمين في شنو؟ انهم كفروا الناس والخروج على الحكام، وبنتكلم في داعش. انت قال ده اللي بيعملوا في شنو؟ بيتكلموا في الحاكم الظالم ونخرج عليه ونكتل الناس. وانت قلت الان الاخوان المسلمين فشلوا في مصر وفي سوريا وفي تونس وفي غيرها، السبب بتاع الفشل شنو؟ السبب انه قال للناس راح نمرق على الحاكم الظالم، وكانوا ظالمين، حسني مبارك كان ظالم والغزافي كان ظالم وغيره كانوا ظالمين، لكن هل الطريقه الشرعيه في التغيير انه نمرق على الحاكم عشان ما تدغدغ العواطف وانه ناس وفي دارفور؟ كلامك صح. الطريقه في التغيير شنو؟ انت قال لك انا بدس الكلام ده، انا كلام ده بقوله بادله. الطريقه بتاعت التغيير شنو؟ لو جيت الان انت مرقت هتبقى زي تونس اللي انت زميتها بلسانك، وهتبقى زي مصر وغيرها اللي انت زميتها بلسانك، فانت ما تغيرت كثير من الجماعات الاسلاميه، يبقى انت الان شايل فكر الجماعات الاسلاميه وانت ما شاعر، وبتقول في فكره معلش بتقول في فكر الجماعات الاسلاميه وانت ما شاعر. الاخوان المسلمين بيقولوا نخرج على الحكام، حزب التحرير بيقولوا نخرج على الحكام، محمد المهدي بتاع انصار سنه بيقول نخرج على الحكام، وانت قلت المشكله في الجماعات الاسلاميه وانت شايل افكار الجماعات الاسلاميه. فلا تنهى عن شيء وتاتي مثل عار عليك اذا فعلت عظيم، فلازم تتنبه. فده ما فعل الرسول. انت قلت نحن ربانيين وكلنا مسلمين وما عندنا راي في الكتاب والسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال
سيكون عليكم أمراء. كلامك ده ما جديد، وده اللي بيمرق السودان. لهم قلوب شياطين في جثمان إنس، زول القلب بتاعه شنو؟ شيطان، والبودي بتاعه شنو؟ بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي. الصحابة قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ده الحال كده، إذا قلت لي دايرني أمرق معاك أنا بمرق معاك، بنمرق هسي الآن الشارع كويس، لكن جيب لي دليل، أنا ما بلعب بروحي. جبل داك ها قلنا له جيب لنا دليل، فتجيب لنا دليل إنه نمرق عليهم، أو تجيب لنا دليل إنه نحن نتكلم فوقهم في المنابر. ما بيجوز، حرام، حرام على الحاكم. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من المفاسد. الناس مرقوا ما عملوا حاجة، زمان مرقوا على حسني مبارك، الآن بيقوا يكوركوا السيسي، السيسي ما خلانا السيسي. فهمت؟ ده كلام منو يا أخوانا؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك ما تمرق، لأنه لو مرقت ما يحصل من المفسدة أعظم مما يأتي من المصلحة. ده لو كان الغرض ديني، إنه دار تغيروا لدينه، والعلمانيين وغيرهم ما قاعدين يعملوا له كده، فما بيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا منهم شنو؟ كفرا بواحا، واضح عندكم من الله فيه برهان، حتى بعد ذاك بيجوز شنو؟ تكفروا. الكلام بتاعك ده معلش، لكن ده كلام ناس داعش، شئت هذا أم أبي، الفكر بتاعك ده فكر ناس داعش. طيب قال قال قام زلق له كلمة، قال العقيدة الصحيحة في رؤيتك إنها صحيحة. ما تنادي غير الله، دي في رؤيتي أنا ولا في رؤية الكتاب والسنة؟ ها؟ دي في رؤيتي أنا يا أخوانا؟ ما تنادي الأولياء، ما تنادي غير الله، خليك أولياء، رسل، صحابة، ملائكة، ما تناديهم. لو ناديتهم أنت مشرك وكافر وبر الدين، دي رؤيتي أنا؟ ولا ده القرآن؟ ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح شنو؟ الكافرون. دي رؤيتي أنا ولا كلام الله؟ عشان كده الناس ديال من قبل بيحاول يقول لك ده فهمك، دي رؤيتك. طيب وريني فهم الآية دي شنو؟ قل لي أنت أولت في كده. طيب قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب أنت ما تدعو الكيزاني بالحكمة والموعظة الحسنة، مارق عليهم ليه؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأنا لا مؤتمر وطني ولا بجوز الانتماء للمؤتمر الوطني، حرام تبقى كوز، فهمت؟ حرام، ما بجوز. عشان ما تتخيل إنه أنا عندي علاقة بمؤتمر وطني ولا كده، لكن أنا بتكلم معك من كلامك أنت. نحن الآن لا أجيب نسيخة، هو الآن بيدعو للعنف ولا ده ما عنف؟ لما أجي أغير للكيزان بجي بقول له يا عزيزي يا كوز من فضلك تنحى جانبا من الكرسي، ولا بشيل معي مصايب، مش بقوم عليه بالقوة؟ دي حكمة؟ دي حكمة؟ فأنت ما تتكلم ساي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالقرآن والسنة يعني. لكن نحن شغالين في شنو؟ أنت لا ما تميتها، ربنا قال وجادلهم بالتي شنو؟ يا أحسن. هسي أنا من قبل الشعب ده جاب له كفر راسه عديل، كفر راسه عديل، وأنا قاعد أجيب له كلام علمي، والطلبة الحمد لله قاعدين لغاية المغرب، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم ومعليش على كلامنا الكثير ده، فهمت؟ مستفيدين. أنا بجيب لهم في أدلة، دي التي هي أحسن ولا التي هي أخشن؟ دي التي هي أحسن. فأنا قاعد أجادله وبديه في أدلة، وما قلت له فعلتك ولا تركتك، مع إنه نبذني قال لي أنت متخلف ورجعي وانكفائي وانبسغت إلى آخر، ما سألته أنا. فما يا اخوانا ما تتكلموا ساي يا اخوانا، انا ما نبست زول هنا ولا اتكلمت معه بغيره التي احسن، والايه طبقتها وجادلهم بالتي هي احسن. يا اخوانا اكثر من انه الزول اقول له الله قال والرسول قال وده كتاب شيخك، وريني الكلام ده لو ما غلط اخليه. الشعب قلت له انا خليني اعتبرني ضال، داير اهتدي معك، قال لي بس ركوب راس. ثاني اسوي للناس شنو يا اخوانا؟ ابقى انا شغال بالتي احسن كيف؟ فانت ما تكون ظالم يا اخوانا. ربنا قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة. طيب قال اللي بتجمعنا البشرية فوق الأديان، ده كلام يعني خلاصة كلام، إنه نحن بنجتمع
كبشرية مع اختلاف الأديان. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. في الأذلين ديل اجتمعوا معك ما اجتمعوا معك، ده القرآن كده. ربنا سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذليل. نحن لو مسكنا البلد سلفيين، الزول الما مسلم الما مسلم يجي يجيب الجزية وهو صاغر صاغر. ربنا قال عن يد وهم صاغرون. ساوينا كده ساوينا الآية دي، ساوت بين المسلمين وغير المسلمين؟ ما ساوت بيناتهم. انت مسلم انت فوق، انت ما مسلم انت تحت. فهمت؟ ده القرآن كده. شنو نجتمع مع البشرية؟ ما مع البشرية، نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيعين بيقولوا والله نحن مع الطيور، نحن بنقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ الرسول قال لي في يمين يمين، شمال شمال، اخرج على الحاكم بنخرج، ما تخرج ما تخرج، اقعد، المرة تلبس مرة تلبس، ما تنادي الا الله ما تنادي الا الله. كده نحن النظام بتاعنا، الباسورد بتاعنا آية حديث. نزلت أي حاجة بيجيك ايرور ساينتاكس، فهمت؟ ما جبت لنا حاجات زي دي ما بينفع معانا. لازم تجيب لنا أدلة. طيب. قال مسألة آدم يتكلم عنها مين؟ إلياس، إلياس ابن فرناس، ده كله ما بهمنا، نحن بهمنا كتاب الله. يعني أنا أصدق القرآن لإلياس لو بقى إلياس أو لو بقى ابن باز أو لو بقى ابن تيمية أو لو بقى ابن القيم، لو خالف القرآن أدي لك شلوط وأدق البيت وأشوطه في الثمانيات. أنت بتلعب ولا شنو؟ ما عندنا لعب يا زول، يا زول ده قرآن، في أفضل من القرآن؟ أفضل من القرآن؟ تقول لي إلياس قال في مسألة الخلق وداري أشكك فيها، داري أطبل للشعب الجبل. أساليب دي نحن بنعرفها، كلامه باطل، كلامه باطل. مسألة الخلق، خلق آدم عليه السلام من تراب ومن صلصال من حمأ مسنون، وخلقت حواء من ضلعه الأقصر الأيسر. بقوله الليلة وبكرة وبالليل وفي المنام وفي المسجد الأقصى وفي المسجد الحرام، ويمحي الله ربنا يوديني ليه كلام الله بقوله، ما بخجل من أي بني آدم. تفهم الكلام ده؟ طيب، وأديك تاني مسألة. قال المشكلة ما في الأديان، المشكلة قال اللي بيقتلوا الناس. ياخذ فلسفة ما عنده أي داعي، في زول جاب له حاجة ما من الله، كلام ده باطل، موضوع انتهى. عرفت؟ مشكلة في تدين الناس. الكوز ده الخلاوي يظلمك شنو؟ الكتب بتاع السيد قطب. انت قاعد تقول ما تتكلموا، نحن في منابرنا قاعدين نتكلم في الكيزان. انت لانك بتتكلم في الكيزان عن سرقته وما سرقته، ابوك في البيت ممكن يقولها، تلقاهم في 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 الصينيه بتاعت الغداء ما جابوا الجرجير ولا الملح نقص، يقول لك الكيزان ده الكرهونه. فهمت؟ ابوك قاعد يقول الحبوبه في البيت، عارفه الموضوع ده؟ يعني ده ما موضوع جديد. فهمت؟ ده ما موضوع جديد، ما جبت موضوع جديد. لكن لو داير تجيب، لو داير تجيب النقد العلمي، تيجي تقول يا طلبه زي ما نحن بنتكلم من قبل، ده كتابهم ودرد عليهم كده. الطلاب يسمعوا كلامك، بيقول لك انت لو صحي كوز مثلا، لما يلقوا الكوز انت لو صحي نجيط ناغش او رد الكلام ده، وليه تباري زول بيسب الصحابه ويسب الانبياء وكذا وكذا، يبقى الكلام كده. لكن لما تيجي تنبذ الكيزان سرقوا وقتلوا كده، انا ممكن احكي لك نكات، ممكن الان احكي لك نكات. اقول لك واحد مسطول جا قال الجبهجيه ديل كرهونا، وقال البلد البلد دي سخانه من الجبهجيه. الدليل شنو؟ قال لانه مما جو شبكونا بكره يا سوداننا تكبر تكبر لغايه ما تكلونا مع الشمس. هذا شنو ده يعني؟ هذا ما موضوع يا اخي. النقد ده ما نقد علمي بناء. تفهم كلامي؟ النقد العلمي البناء هو النقد بالايات والاحاديث. عشان كده اي منهج، اي منهج يتكلم بغير الكتاب والسنه ده منهج باطل، منهج باطل. طيب دقيقه لسه. دي يمكن يكون اخر كلام. طيب اذا كان عندك تعقيب، اذا كان عندك تعقيب أنا دايرك في مسألة الخروج على الحاكم تجيب لي دليل. أول كلام فيه في المنابر. طيب. ثاني برضو في مسألة مسألة أبونا آدم، أنت قلت برضو تكلم عنها صاحب الكتاب، أنا داير صاحب الكتاب قال شنو؟ والثاني في شنو؟ خليني سؤالين بس. ممكن تعقب ونحن بعد ذاك نعقب عليك وننهي المنبر. تفضل. أول حاجة مسألة الخروج على الحاكم أنا ما تكلمت عنها، دي إذا كان داير أتكلم عنها ممكن انتوا بعدين تشتغلوا هنا اتكلم لك في مساله الخروج عن الحاكم. والخروج عن الحاكم الدليل على انه الحاكم يخرج عليه عبد الله بن ابو الزبير. عبد الله بن الزبير خرج على حاكم في الزمن ذاك، هل عبد الله بن الزبير ده تعلم منه؟ تمام، دي مساله الخروج عن الحاكم.
ما زالت انه انا قاعد اطبل لشعبي ولا ما اطبل، انت ما فهمت الكلام اصلا. انا قلت لك محمد ابن الياس في كتابه وغايع الدهور لبدايع الزهور، الكتاب ده اتكلم عنه عن الخلق بتاع ادم بصوره باياته وباحاديث. انا ما مختلف معك في المساله دي، عشان انت ما تقعد تضلل في الناس شيوعي التعلماني التذاكر التغير. والمساله بتاعت انه يا اخي انا ما جبت دليل، لانه الزمن ما بيسعني، بس الدليل ربنا سبحانه وتعالى في ايه من الايات في مضمونه بيقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وفي ايه ثانيه بيقول لك شنو؟ بيقول لك من قتل نفسي بغير حق كانما قتل الناس جميعا. انا ما حافظ احاديث، ما تقول لي انا يعني صاقد في الدين، انا عارف عن الدين، لكن انا قلت لك الزمن، انا في بدايه دخولي قلت لك الزمن، قلت لك الكيزان لما حاكمين البلد دي بكتلوا في الناس. طيب اذا كان افترضنا مجرد افتراض انه يا اخي الدين اللي انت بتقول انه هو اعلى من الانسانيه، اعلى من الانسانيه، تمام، اذا كانت انسانيه ما فانقرضت شغالين هسه كتل زي الكتل الحاصل هسه في دارفور ونيل الازرق وكردفان، اذا كان الكتل ده حاصل يوميا نحن نموت مننا 100، البغيم الدين ضمنه ذات، البغيم الدين ضمنه، الدين ده منازل للانسان في نفسه، تمام؟ ما تقول انا ساقط في الدين، ما تقول انا ما عارف احاديث، ما تقول انا ما عارف ايات، ما تقول انت داعش والتداك والتداك وقاعد تطبل وقاعد تسوي. انا تكلمت معك في مواضيع منطقيه، قلت لك انت قاعد تهاجم في ناس هم اضعف شريحه في المجتمع، انت ممكن تخاطبهم بلسانك وباياتك وباحاديثك زي الصوفيه، زي انت ما قلت سلفي، خليت قلت انصار سنه خليت الناس زي البقيه السلفي، تمام؟ انا قلت لك اتكلم مع نازل، الناس تواجه الحاكم، قلت لك الكلام ده الناس تواجه الحاكم، لانه الحاكم ذاته الاسلام عنده صفات وحاجات، من ضمنها العدل، هل عمر البشير عادل في البلد دي؟ هل الناس الحاكمين عادلين في البلد دي؟ ده كلام اللي انا قلته، عشان ما تقعد تطبل لمواضيع وتجيب فيها نظريات وتجيب فيها آيات وتجيب فيها حيات وحديث وتطلعها هي خطأ، أنا ما قلت حاجة خطأ أصلاً. والسلام عليكم. طيب كويس، أنا بس دايرك تكون قريب، المسألة بتاعت عبد الله بن الزبير إنه خرج أشوفها دي بجيبوها برضه ناس داعش، أنا ما قلت أنت داعش. يا أخوانا زول يفرق، زول يفرق يا أخوانا. يا أخوانا زول كده كده خليكم معي، زول كتب لك جاي يتكلم عمل مايك وساون وكتب ورا لافتة جماعة أنصار السنة المحمدية مثلاً. وقال يا البرعة تلحقنا وتفزعنا. هتقول له شنو؟ تقول له انت صوفي مش؟ تقول له انت بتدعي مثلا انك انصار سنه وشايل شنو؟ شايل فكره الصوفيه. انا قلت لك انت الان بتزعم انك بتحارب في الجماعات وشايل فكر داعش. وما شرط عشان هذول اخواننا يكون عنده مساله غلط، ما شرط ينتمي لحزب. فرعون كان حزبه شنو؟ ما كان عنده حزب. ما المساله؟ انه الزول ينتمي لحزب، انت شايل فكر ناس داعش، الشبهه بتاعت عبد الله بن الزبير دي شبهه بيستدلوا بها ناس داعش. عرفت او لم تعرف؟ الرد عليها كالاتي، عبد الله بن الزبير ما خرج. لانه لما 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 حصل الامر ومات الخليفه كان الامر ليس عليه امام. عبد الله بن الزبير كما قال ابن كثير في البدايه والنهايه، انا رجعتك لمرجع وانت قلت النقاش يبقى علمي وموضوعي، وانت الان ما جبت كلام علمي ولا موضوعي. فهمت؟ عبد الله بن الزبير العلماء قالوا كما قال ابن كثير استتب له الأمن في مكة وفي الحجاز وفي غير من الدولة الإسلامية، ولم يبقى إلا جزء من الشام كان عليه عبد الملك بن مروان. عرفت الكلام؟ فيبقى عبد الله بن الزبير ما خرج، لأنه الزول بيخرج على حاكم موجود، وما كان في حاكم موجود. يبقى الشبهة دي باطلة. لو دائرة غالط نقوم نجيب الكتب، أصل الكتب دي زي ما قالوا الكذاب حد شنو؟ حد الباب. فما خرج عبد الله بن الزبير. جيب لك شبهه ثانيه برضه نرد لك عليها، نحن حافظين لسه شبهه، في شبهه كثيره بيجيبوها الخوارج لانه قاعدين نناظرهم، بنناظر ناس عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وغيرهم من التكفيرين، فالشبهه دي باطله، انت ما جبت لنا الان دليل انه نخرج على الحاكم. عبد الله بن الزبير ما خرج على حاكم، ولو قلت خرج على حاكم خرج على من؟ منو خرج عليه؟ تقدر تجيب؟ ما بتقدر تجيب. دي انتهينا منها. طيب. الدليل الثاني قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وثاني دليل فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الآيات تحرم القتل صحيح، وإنه قتل النفس الواحدة كقتل شنو؟ الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا ما مختلف معاك يا أخونا في إنه قتل وفي إنه ظلم وفي انه شال قروشنا، انا قلت لك الكلام ده من قبل ابوك في البيت بوريك له صح؟ قلت لك الكلام ده معروف، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لك قلوب شياطين في جثمان انس، يعني انت لو اتكلمت ل 70 سنه ما بتجيب لي لفظه ابلغ من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك قلبه شيطان، شيطان وبيبرج شنو؟
بني ادم يضحك معاك وكذا وتلقاه جوا بيحفر لك وحاجات كثيره جدا. فهمت؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تخرج. الرسول قال لك تخرج في حاله واحده الا ان تروا شنو؟ كفرا بواحد. اذا داي تخرج كفر لي عمر البشير تبقى زي ناس داعش اللي بيكفروا. بعد ده انا بمرق معك، بعد ذاك نعد القوه حتى بعد ذاك شنو؟ نمرق معك. فانا ما زلت اصر انه انت الان عندك افكار في راسك دي افكار داعش. نمرة اثنين، قال إذا ما وجد، قال إذا ما وجد، إذا ما وجد إنسانية ما يوجد دين. وده الإسلام اللي قاله. الإسلام قال شنو يا أخواننا؟ الإسلام قال لك ما تمرق على الحاكم ليه؟ لأنه ناس سوريا. السنة دي السنة الكم؟ دي السنة الكم؟ ها؟ ستة سنة مش؟ أو سبعة سنة؟ سبعة سنة مش؟ سبعة سنة بشار بيكتل في أهل السنة والمسلمين. الدين قاموا، دعوة شغالين، البلد مشت لقدام، الناس قرت. السبب شنو؟ خالفوا كلام الرسول وقالوا زي كلامك ده. وبشار ظالم وبشار كافر وبشار سوى السبعة وزمتها، ما عندنا معاه خلاف، لكن الرسول قال لك ما تمرق إلا يكفر. إذا كفر ما تمرق لغاية ما شنو؟ لغاية ما تلقى قوة عشان تقدر تشيله، لأنه ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما ممكن انت بثلاثة مفركات داير تمرق بجاية القيادة العامة وبجاية من مدرعات، ما بتقدر، ما بتقدر. بفكوا لك ناس الكجر ثلاثة سيطان الموضوع انتهى. فما بتقدر، ما بتقدر. عشان كده الرسول قال لك، ودي يا اخواننا قاعدة في الشريعة، قاعدة في الشريعة، انه تفوت 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 اكبر المفسدتين بارتكاب ادناهما. مثلا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم جزل في المسجد بال، الناس مش حافظين الحديث، عربي تبول في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو؟ صحابة دارين يقوموا عليه وقال لهم شنو؟ قال لهم دعوهم. ليه؟ هل البول في ياتو مسجد؟ مسجد منه؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مفسدة ولا ما مفسدة؟ مفسدة. طيب لو قاموا نهره أو قاموا عليه بيحصل شنو؟ بيتحرك من مكانه. أولا حاجة بيروش مكان زيادة، دي المفسدة الأولى. المفسدة الثانية بيروش هدومه، صح ولا ما صح؟ المفسدة الثالثة العلماء قالوا قد تحصل له مشكلة هو لأنه البول بتاعه ما خرج. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل المفسدة شنو؟ الصغرى لتفويت شنو؟ المفسدة الكبرى. كونه يكتل الناس وكذا ده مفسدة ولا ما مفسدة؟ ده مفسدة. لكن كونه الشعب كله يموت دي مفسدة كبيرة ولا ما مفسدة؟ مفسدة كبيرة. فالعدل ذاته بيقول شنو؟ أنا بقول ما تمرق، ما تمرق. عرفتها؟ والآن كل الأحزاب العلمانية وكذا، الأحزاب العلمانية، أنا ما قلت أنت علماني، يعني قلت برضو فكرك ده فكرة العلمانيين. الأحزاب العلمانية دي، الأحزاب العلمانية دي الآن ما قادرة تمرق. ليه بقول لنا أمرق وهم ما دارين يمرقوا؟ عرفتها؟ فنحن كنا دارين منك تجيب لنا دليل صريح. أنا عندي دليل خلاف كلامك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده له علاني، ولكن ليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. الرسول قال لك دار تنصح الحاكم ليه يا أخوان؟ الحاكم لأنه عنده مكانة ما زي مكانتك. أبوك الليلة في البيت أجيت قلت له أبوي دي عملية تسويها؟ ما بتعرف تتوضأ يا أبوي؟ دي صلاة كمان؟ بيقبل منك؟ ما بي... أنت الآن بتقول لي الصوفية اللي ما عندهم حكم، الصوفية ديل تقول لي اتكلم معهم بالأحسن ودار تمشي تشيل فرارك وتمرق والكيزان فعلوا؟ هل ده كلام منطقي؟ ما كلام منطقي. فرعون اللي هو سلف الود الشعب الجبال ده، فرعون قال ربنا سبحانه وتعالى رسل له موسى عليه السلام، كان اظنه قاعد ومشى. ربنا رسل له فرعون، رسل فرعون موسى عليه السلام وقال فقولا له قولا شنو؟ لينا. فرعون كافر ولا ما كافر؟ قال انا ربكم الاعلى. فرعون كافر. بعد ربنا قال لموسى قولا له شنو؟ قولا لينا. ليه؟ ليه؟ ليه يؤمر فرعون بالقول اللين؟ ها؟ لأن يا أخواننا مقام الحاكم، مقام الحاكم يقتضي أنه تديه مكانته. عرفتها؟ فنحن بنقول بالأدلة وبالشرع والعقل ما بيجوز الكلام في الحكام في المنابر. عرفتها؟ ما بيجوز. عرفتها؟ وبالأدلة، أنت لو عندك أدلة ثانية ورينا لها عشان نمرق معاك. فيا أخواننا الناس ما تقعد تنجر ساي، قال أنتم ما عارفين الواقع، والله الناس بتنجر نجر، نجر أخضر عديل. فنحن وصيتنا للشباب تمسكوا بكتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة. جزاكم الله خير والسلام عليكم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.